ونحن اليوم نسقى من غبوق، وبعد الليل عيد واصطباح. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نساء أحمديات. كما عودناكم نبدأ فقرتنا الأولى بالحديث عن حياة حضرة أم المؤمنين رضي الله عنها. معنا في الأستوديو الأخت أم صلاح والأخت دعاء، أهلا وسهلا بكما. بداية أختي أم صلاح، كما هو معروف أنه في أيام الجلسات السنوية يحضر الكثير من الضيوف ومن أماكن مختلفة، حدثينا من فضلك عن علاقة حضرة أم المؤمنين بضيفات الجلسة في ذلك الوقت. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الحقيقة في الجلسات السنوية كان يحضر عدد كبير من النساء، وكانت أمنية كل واحدة منهن مقابلة حضرة أم المؤمنين مع أولادها بهدف طلب الدعاء منها والتحدث معها في أي أمر خاص، كما هو حالنا نحن أيضا في هذه الأيام حين نشارك في الجلسات السنوية. ويسعدنا جدا في وقت مناسب أن نلتقي بحضرة زوجة أم يعني زوجة الخليفة ونقابلها ونتحدث إليها ونطلب منها الدعاء. في الجلسات السنوية كان يحضر عدد كبير كما ذكرنا، وكانت أمنية الجميع مقابلة حضرة أم المؤمنين التي كانت تخصص جل وقتها في تلك الأيام للضيفات وتنصت بإصغاء لكل واحدة منهن، وكانت تذكر العاملين دائما بأن يهتموا اهتماما خاصا بالضيوف وتلبية كل ما يؤمن راحتهم. وهنا تجدر الإشارة إلى ملاحظة كتبها حضرة شيخ يعقوب علي عرفاني رضي الله عنه، حيث قال: لقد أخبرت عن شيء جميل جدا، وهو أن حضرة أم المؤمنين رضي الله عنها ذهبت بنفسها لتتأكد من إعداد جميع الترتيبات اللازمة للضيوف على خير ما يرام، وطلبت أيضا أن يتم إعداد قدر كبير من الأرز للضيفات على حسابها الشخصي. وكتب أيضا بأن المسألة ليست مسألة قدر من الأرز أو أي شيء آخر، يعني ليس موضوع صنف الطعام نفسه، ولكن هذا الاهتمام بأن تعد يعني أن تكرم ضيوفها يعني أفضل إكرام. يعني هذه النقطة هي اعتناء حضرتها بالضيوف كونها زوجة المسيح الموعود عليه السلام، وكتب بأن هناك أمثلة كثيرة عن حسن ضيافة حضرتها، حتى أنها كانت تذهب بنفسها في نهاية رحلتهم إلى المحطة لتوديع الضيوف. وكتب أيضا بأنه قد رأى شخصيا كيف أن فضيلة حسن الضيافة هذه مستمرة في ذرية حضرتها، الحمد لله. جزاك الله. أختي دعاء، ماذا عن كرم ضيافة أم المؤمنين، كيف كان؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يحدثنا حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه، وهو أحد أبناء حضرة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن كرم الضيافة كان من الصفات البارزة لدى حضرة أم المؤمنين، وكانت بطبعها يعني عادة ما تدعو أقاربها وغيرهم لتناول الطعام معها في البيت مع العائلة. ويقول أنه كانت إذا زارها أحد ما في موعد الطعام كانت تلح وتصر عليه أن يبقى ويأكل معهم، حتى يعني كانت تكرمهم بأفضل صورة، حتى وإن كان الضيف مجرد طفل صغير، فكانت يعني تدعوه أيضا ليبقى معهم وترحب به وتحسن ضيافته بأجمل صورة. نعم، جزاك الله. أختي منال، كيف كانت حضرة أم المؤمنين تتعامل مع الضيوف من الأطفال؟ نعم، يعني ذكرت في هذا الخصوص رواية أنه زار قاديان ذات مرة السيد أرشد قرشي، وهو أحد أقارب السيد قاضي محمد ظهور الدين، وذلك عندما كان طفلا، وكتب عن ذلك أنه في عام 1909 في وقت الجلسة السنوية ذهب ليلتقي حضرة أم المؤمنين في دار المسيح، وقد اصطحبه إليها حضرة مير محمد إسحاق أخ أم المؤمنين. وذكر أنه حين دخل الغرفة بعد أن كان قد مر بالحديقة رأى سيدة رصينة ورزينة
وقال لي السيد مير إن هذه السيدة هي حضرة أم المؤمنين، فتقدمت وألقيت عليها السلام يقول، فوضعت يدها بكل لطف فوق يدي وذهبت إلى غرفة أخرى وأحضرت لي كرسيا لأجلس عليه، وطلبت مني أن أجلس بالقرب من طاولة صغيرة، ومن ثم أحضرت لي بسكويتا وحليبا وقد تناولتها بخجل. ويقول السيد أرشد إنه بالرغم من أن هذه الحادثة قد حدثت قبل حوالي 30 إلى 34 عام إلا أنه لم ينسها أبدا ولا تزال ذكراها حية في مخيلته، وهذا بسبب الأثر الطيب الذي تركه لقاء السيدة أم المؤمنين على قلبه وروحه بفضل كرم ضيافتها وكياستها مع طفل لم تكن تعرفه، كما أنه قادم من خلفية قروية. فهذا الحب يعني جعله يتذكر، لأن التذكر أساسا يعني عند الأطفال يكون من شيء ترك أثر كبير في نفسك، فأثرت به تلك الحادثة وذلك الموقف فذكره حين كبر. ويعني يحضرني في هذا السياق ومع هذه الإجابة أن أذكر نفسي وأذكر أخواتي أن الضيف بشكل عام الضيف حساس، الضيف يشعر، فعلينا أن نعمل يعني ما باستطاعتنا من أجل توفير الأجواء المريحة لضيوفنا، ضيوف المسيح الموعود عليه السلام، وأن نكرمهم أفضل إكرام، وإن شاء الله يكتب ذلك في ميزان حسناتنا بإذن الله. إن شاء الله. نعم أختي دعاء، كيف كان شعور حضرة أم المؤمنين عند خدمة ضيوف المسيح الموعود؟ نعم، تحدثنا ابنة حضرة ميان عبد العزيز رضي الله عنه وهو صحابي للمسيح الموعود عليه السلام، تقول إن حضرة أم المؤمنين قد قامت بتضحيات كبيرة مع المسيح الموعود عليه السلام، حيث أنها كانت تحضر الضيافة للضيوف على مدار 24 ساعة، دائما كانت مستعدة لاستقبال ضيوف وتحضير الطعام لهم وتحضير أماكن الإقامة وإلى ذلك. تقول وكان ذلك في أي ساعة من النهار، كانت تقوم بتحضير مثلا خبز الباراتا والشاي ولا يعني أنواع مأكولات ومشروبات لديهم، والكاري والمخلل وغير ذلك الكثير من احتياجات الضيوف في أي وقت كان. وتقول أن المسيح الموعود كان يدخل للبيت ويطلب من السيدة أم المؤمنين، يقول لها هناك ضيوف لتبدأ بالتحضير، وكانت على الفور تباشر التحضيرات، ويعني تشبه عمل حضرة أم المؤمنين كالمصباح السحري، تقول يعني على الفور كانت تقوم بتحضير للضيوف كل شيء يريدونه. بيك الطبخة بين يديك. نعم، يعني تحقق جميع رغباتهم على الفور. وتقول أنها أيضا لاحظت بأن تحضير الطعام للضيوف كان يسعد حضرة أم المؤمنين كثيرا، يعني عدا عن أنها كانت تفعل ذلك لأنه من واجبها كزوجة للمسيح الموعود عليه السلام، ولكن كانت تفعله بحب يعني وسعادة كبيرة. وطبعا هذا كله ينعكس على الضيوف كما قالت حضرة أم صلاح، يشعرون بهذا الحب وأنها تخدمهم يعني من قلب، لذلك يترك الأثر لديهم لدى الضيوف. نعم أختي منال، من حسن ضيافة المرء أن يؤثر ضيفه على نفسه وأهله، كيف تجلى ذلك في حياة حضرتها رضي الله عنها؟ حدثينا من فضلك عن استضافة أم المؤمنين لضيوفها. نعم، لقد شهد الكثيرون أن السيدة أم المؤمنين لم تكن مضيفة ممتازة فحسب، بل كانت أيضا تشعر الضيوف أنهم ينزلون في بيوتهم، كما نقول نحن العرب يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه إن خاله مير محمد إسماعيل رضي الله عنه أي أخ السيدة أم المؤمنين كان ذكيا وحكيما جدا، وكان قد قضى 27 عاما من عمره بصحبة المسيح الموعود عليه السلام، وكثيرا ما كان يقول إنه قد رأى أناسا مهمين كثر في حياته وجلس بصحبتهم، لكنه لم يلتقي قط بشخص متحرر تماما من كافة أنواع الطمع سوى المسيح الموعود عليه السلام.
ويقول حضرة ميرزا بشير أحمد إنه قد لاحظ الأمر ذاته أيضا، ويقول إن المسيح الموعود عليه السلام كان يجلس وسط أنواع مختلفة من الناس كجلسات أفراد العائلة الواحدة، وكان حضرته يجلس أحيانا بأماكن متواضعة بينما يحظى البعض بالجلوس بأماكن مميزة، ممكن أن يجلس هو في زاوية هيك مريحة على الأرض والآخرون ممكن يجلسون على الكنبات. ونرى حال حضرتي أم المؤمنين مشابهة لهذا تماما أيضا، حيث كانت تدعو ضيفاتها للجلوس بقربها دون التمييز بين غنية أو فقيرة أو من أي خلفية جاءت، وكان ينتهي بها الأمر بالجلوس على طرف السرير، وذلك لفسح مجال للأخريات للجلوس. وحين كان يزورها عدد كبير من النساء كانت تستقبلهن برحابة صدر دون أي قلق، وكانت دائما تسألهن بمحبة عن أوضاعهن وأمور حياتهن. جزاك الله أختي. هناك قصة تبين مدى تواضع حضرة أم المؤمنين مع الضيوف، أخبرينا عنها لو سمحتي. نعم، تقول إحدى السيدات وهي زوجة السيد شيخ نياز محمد، تقول أنها ذهبت ذات مرة لتلتقي بحضرة أم المؤمنين، وعندما وصلت كانت أم المؤمنين تتناول الطعام، فدعتها حضرتها لتتناول معها أيضا الطعام، ولكنها عندما تذكرت مكانة حضرة أم المؤمنين فشعرت يعني ترددت وخجلت، فأصرت عليها حضرة أم المؤمنين ودعتها مرة أخرى واستمرت بالرفض لترددها، يعني لم تشعر بالارتياح. نعم، خجلت لأن يعني أن تشاركها الطعام. فعندما لاحظت أم المؤمنين هذا أن التردد يعتريها، ف يعني أخذت صحن آخر ووضعت نصف ما في صحنها في هذا الصحن وقالت لها اجلسي تفضلي. فتقول يعني هذا كان أحد الأمثلة الكثيرة الذي كان يدل على تواضع حضرة أم المؤمنين معها ومع الأخوات الأخريات، يعني من أحد الأحداث التي كانت تشهدها كثيرا. نعم، جزاك الله أختي. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. إني أنا البستان، بستان الهدى. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع الفقرة الثانية من فقرات حلقتنا، والتي نخصصها كالمعتاد للحديث عن توجيهات أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز لنساء الجماعة من خلال خطبات الجمعة أو من خلال النصائح التي يقدمها حضرته للنساء الأحمديات في يومهن الخاص في الاحتفال في الاحتفالات السنوية في جميع البلدان. بداية أتوجه لأختي دعاء، ماذا بين حضرته حول موضوع الطاعة والاتباع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حضرة أمير المؤمنين أيضه الله أن هذه الأمور، يقصد الطاعة والاتباع، هذه الأمور ترتقي بالإنسان وترفع مستوى التقوى عنده، وهي هذه الأمور هي التي تفصل بين المؤمن الحقيقي والمؤمن غير الحقيقي. مرة أخرى، هذه الأمور ترتقي بالإنسان وترفع مستوى التقوى عنده وتفصل بين المؤمن وغيره. فذلك الذي آمن بإمام الزمان عليه السلام وقبل طاعته وتوجيهاته هو داخل في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه من الضروري جدا طاعة كلام حضرته عليه السلام لأنه الحكم العدل. ويقول أيضا، بالنسبة لنا نحن المسلمون الأحمديون تأتي هذه الطاعة والاتباع ليس لرفع مستوى التقوى فحسب، بل لتطبيق أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خطبه الله تعالى قائلا له قل، أي أمره الله تعالى بإبلاغ العالم أجمع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا قام حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بالطاعة وإبلاغ الدعوة. جزاك الله أحسن الجزاء. فقط شيء صغير قاله في النهاية حضرة أمير المؤمنين بهذا الموضوع، قال لا سبل للتقوى غير تلك التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وخلاص البشرية متوقف على اتباعها. جزاك الله أختي نور. لقد قال حضرته كلمات يترشح منها حب خالص للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبين في نفس الوقت المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق من يدعي الإيمان، فماذا قال حضرته في هذا السياق؟ نعم،
نعم، لقد قال حضرة أمير المؤمنين نصره الله: من الواجب اللازم على أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قرأوا ووعوا كلمة قل في القرآن الكريم أن يبلغوا العالم أن سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو أحب خلق الله تعالى إليه منذ الأزل إلى الأبد، وعلى البشر أجمعين أن يفيئوا إلى هذا المعلم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا تقوى حقيقية في مكان آخر ولا سبيل مقبولة عند الله تعالى خلاف هذه السبيل. ولازم وحتمي لمن يدعون الناس إلى هذه السبيل أن يلزموا كلمة التقوى ويطبقوها على أنفسهم وفي حياتهم، حتى لا يكون ادعاهم الإيمان فارغا غير ذي شأن. نعم، يعني بينا حضرة مولانا أمير المؤمنين المعنى الحقيقي للتقوى، فما هي التقوى أختي دعاء؟ بقول حضرته أننا اعتدنا على استخدام هذه الكلمة، كلمة التقوى، والبعض منا يعرف معناها والبعض الآخر لا يعرف معناها الحقيقي، بل يكتفي فقط يعني بمعناها الظاهري. فيقول حضرته يعني توضيحا لهذه الكلمة، يقول: التقوى هي أن يستنكف الإنسان عن المعاصي وفي قلبه مخافة الله تعالى، أي يمتنع الإنسان عن أن يقوم بالمعاصي خوفا لله عز وجل، وأن يسلك طريق البر كما أمر الله تعالى. وهنا أيضا حاولت يعني توضيح الموضوع بقصة صغيرة. يقول: عرف أحد التقوى بأنها اجتناب صغائر الذنوب وكبيرها، وشبهها بمن يمشي متأنيا في ممر محاط بالأشواك ليحمي ثيابه من أن تعلق بها الأشواك وتمزقها. فيعني طبعا يكون هذا الإنسان يمشي بحذر شديد لكي لا تدقه الأشواك، لأن الأشواك التي تعلق في الملابس تمزق جسد المار بها أحيانا وتؤذيه، وقد يؤدي أيضا انتزاعها إلى جرح يده أيضا، يعني أيضا تجرح جسدها عندما تقوم بغزه، وأيضا عندما يحاول أن يخرجها فتصيبه مرة أخرى عادة. فعلى الشخص المار بين الأشواك أن يمشي بحذر شديد. ويقول حضرته باختصار: إن أي قلة انتباه تنتج عن الشخص العابر لهذا الطريق توقعه في متاعب جمة. وهكذا على كل مؤمن ومؤمنة الاحتراس من الذنوب صغيرها وكبيرها، وخاصة المسلمون الأحمديون الذين يدعون الدخول في حصن إمام الزمان عليه السلام، والذين عليهم بذل الجهود الحثيثة ليبقوا في حماه. فسواء كان الشخص رجلا مسلما أحمديا أو امرأة مسلمة أحمدية، ينبغي أن يكون شغلهم الدائم البقاء داخل دار إمام الزمان المعنوية ليأمنوا هجمات الشيطان ولينالوا رضا الله عز وجل. فكلما قام الإنسان بعمل خارج التقوى فإنه يغادر دائرة الحماية عامدا ويمشي خارجها، وبذلك يحرم نفسه من أفضال الله تعالى التي ينزلها على عباده الذين يعكفون على التعلق به وبنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أنه لابد من بذل الجهود الدائمة والدعاء المستمر لالتزام الصراط المستقيم والثبات على طريق التقوى. بالإضافة لذلك، ونحن نجاهد النفس رضاء لله عز وجل، ينبغي أن لا نقصر في واجبنا في التبليغ. هذا ما ذكر حضرته عن التقوى. نعم أختي، لقد ربط حضرته بين حضور الجلسات السنوية التي تعقدها الجماعة وبين التقوى، كيف ذلك؟ نعم، يلفت حضرة أمير المؤمنين نصره الله الانتباه دائما إلى الأهداف التي من أجلها يجب أن نحضر الجلسات السنوية، ومن أهم هذه الأهداف هو الترقي في مدارج التقوى وإحداث تغير طيب في أنفسنا على هذا الطريق. يقول حضرته: أنا ألفت النظر باستمرار إلى أن الهدف من حضور الجلسة والاجتماعات ولجنة إماء الله ليس تواجدنا في مكان واحد للإطلاع على أحوال بعضنا واللقاء ولقاء بالمعارف والأصدقاء القدامى، بل إن المرأة المسلمة المؤمنة الحقيقية لا تدخر وسعا في العمل بكل ما تستمع إليه في الجلسة وتجعله جزءا من حياتها وتطبقه في حياتها إلى تنشئة أبنائها عليه بالالتزام وتدأب على ذلك، لأن المرأة المسلمة الأحمدية تدرك أن مسؤولية التنشئة والتربية ملقاة
على عاتقها وتولي بالغ الاهتمام للتربية الدينية لأولادها وتبذل الجهود الحثيثة ليبني أبنائها صلة مع الله سبحانه وتعالى وتتابع عبادتهم حتى إذا نموا واشتدوا كانت عبادة الله سبحانه وتعالى هي مغروسة في أعماقهم ولا تبرح عن لفت انتباههم لمواطن البر والمعروف فيصبح كل ما يصدر عنهم حين يكبرون خصالا حميدة كما لا تتركهم لرفقاء السوء حتى لا يتورطوا في الرذائل. نعم نعم أختي، هل من إضافة أيضا في هذا الموضوع؟ نعم أيضا قال حضرة أمير المؤمنين ناصحا أبناء الجماعة قال على كل أحمدي أو أحمدية أن يعتبروا أنفسهم سفراء للأحمدية، كل واحد منا أن يعتبر نفسه داعي لله، وخاصة النساء، بما أنه على النساء مهمة تربية الأجيال القادمة، يعني تقع هذه المسؤولية بالذات خاصة عليهم. قال عليهن أن يضعن هذا الأمر نصب أعينهن، وعلى الجميع أن يدركوا، وهذا شيء مهم جدا على كل واحد منا أن ينتبه إليه، أن أفعالهم لا تقتصر عليهم وحدهم، بل هي نموذج للآخرين، وهي صورة يفهم بها الآخرون الإسلام. ونحن أيضا يعني في موضعنا أيضا أفعالنا وتصرفاتنا قد تعكس للآخرين ما هي الجماعة، فيعني كل تقصير نقوم به قد يفسره الآخرون بأنها هذا يعني تقوم هذه الجماعة بهذا التقصير، أو لابد أنه خلل في الجماعة، فيعني بذلك لا يكون فقط الذنب واحد بل يكون مضاعف. فيقول لا تجعلوا تصرفاتكم مدعاة لعثار الآخرين، على كل مؤمن أحمدي ومؤمنة أحمدية تقييم سلوكهم وأفعالهم على الدوام. إن هنا يبين كم علينا أن ننتبه لكل فعل قد نفعله، بالذات لأننا نمثل الجماعة ونمثل الإسلام أمام العالم. الناس أصلا تراقب الجماعة الأحمدية وتراقب كل تصرف يخرج من أي فرد من أفراد الجماعة، فيجب أن يهتم كل فرد بنفسه وكيف بتصرفاته حتى يظهر بأفضل صورة. نعم، أولا لكي لا يقع في الأخطاء طبعا مخافة لله عز وجل، وثانيا بالذات لأنه يمثل الجماعة. نعم صحيح. طبعا إن شاء الله سبحانه وتعالى يقدرنا على أن نفعل ما هو خير وما هو صواب ويهدينا إلى صراطه المستقيم على الدوام. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام الفقرة الثانية. إني أنا البستان، بستان الهدى. مشاهدينا الكرام، وصلنا للفقرة الثالثة من هذه الحلقة والتي فيها نتناول قصة أخت مبايعة. في هذه الحلقة معنا الأخت منيرة أم علي من الأردن. السلام عليكم أختي منيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. أخت منيرة، يسعدنا استضافتك في هذه الحلقة. بداية حبذا لو عرفتينا قليلا عن نفسك باختصار. أنا منيرة عساف من الأردن، أم علي، عندي 4 أولاد، 3 أولاد وبنت، الله يخليلك. والحمد لله بايعت من زمان ومن يعني زوج إن شاء الله. نعم، فهمت. زوجي إسحاق القدومي كمان مبايع. إسحاق القدومي، نعم، أهلا وسهلا فيكم. أخت منيرة، هل بداية تبيني لنا الجانب الروحاني من حياتك قبل البيعة، قبل أن انضممتي للجماعة الإسلامية الأحمدية؟ والله الحمد لله الجانب الروحاني، أنا الحمد لله منذ الصغر يعني من عند أهلنا يعني الحمد لله بنصلي وبنصوم بنعرف الله، يعني الحمد لله ماشيين على الدين مضبوط. بس طبعا تغيرت شغلات كثيرة ومعتقدات كثيرة بعد ما الواحد بايع وعرف الإمام المهدي والحمد لله يعني. نعم الحمد لله. طيب هل تخبرينا كيف علمت بداية أن الإمام المهدي قد ظهر، عن طريق من، كيف كانت كان أول معرفة يعني أول محطة في تعرفك على الجماعة؟ أنا والله ما بعرفش من حدا غريب، من زوجي كان يقرأ وبايع وكان يقعد مع الأحمديين اللي هون مع الأمير تاعنا أبو معاذ، هو عرف منه يعني وعرفني عليها عن طريقه يعني بدأت تسمعي. بس أنا الحمد لله سبحان الله يعني عرفت بهالمواضيع من قبل ما يحكي لي. يعني كنت أشوف رؤى، فسبحان الله يعني أصحى أحكي له شوفت هيك مثلا أو إيش زي هيك، فحكى لي عن الجماعة وهذا. طبعا الحمد لله بايعت، بس تعبت صلاة كثير، صليت
مش مرة ولا مرتين ولا ثلاث، صليت على الموضوع. بتحبي؟ الحمد لله يعني اقتنعت وعن قناعة، يعني الحمد لله هو ما غضبني ولا يعني وقف بوجهي أو شد علي، إلا الحمد لله براحتي، يعني أنا ضيعت من قناعة الحمد لله. بتحب تشاركينا بإحدى هذه الرؤى اللي حكيتي كنت تشوفيها بتلك الفترة؟ والله هي الرؤى يعني اللي كان يعني هسه ما بقدرش أنساها، يعني كان زوجي يقرأ كتاب الخسوف والكسوف، وكان سبحان الله حاطه يعني بين وبين، يعني عندي المخدة نايم وحاطه، يعني فسبحان الله شو حلمت إنه في مدرسة، أنا كنت علمي، في مدرسة تشرح لنا على اللوح، مدرستنا كانت زمان يعني أيام التوجيهي الخسوف والكسوف، فسبحان الله يعني كيف شفت هاي الرؤية وإشي زي بحكي له هيك، شفت مدرسة عنا وكانت تشرح لي وأبصر شو، ففرجاني وشفت الإمام المهدي، ففرجاني هو طبعا انبهر من الحلمة، أنا لسه ما كنتش عارف الموضوع كامل يعني عن الجماعة، فبحكي لي تعالي أفرجيك شو شفتي أنت بالحلم، ففتح لي الكتاب بكل لي هذا اللي شفتي، قلت له أيوه هذا اللي كانت تشرح لي فيه المدرسة، سبحان الله. فقال لي بالله عليك يا معلم لو فرجيتك هالصورة تحكي لي هذا اللي شفتيه ولا لا؟ قلت له ايش يعني بدي اكذب انا، يعني شو شفت يعني شيء؟ انه فرجاني الصوره وحكيت له هذا اللي شفته. هو طبعا يعني احكي لك رد فعل، هو بيعيط ومبهور، هو انا بعرفش الجماعه كلها يعني. فبحكي لي معلي هيك 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 بلشت يعني القصه انه هذا الامام المهدي وهيك هيك نزل، انت شفت رؤيا عظيمه وابصر شو. يعني هذه كانت يعني اول مره. فصرت صار يحكي لي هو عن كيف الإمام وكيف يعني كل المعتقدات، نعم هو يعني يقرأ لي الكتب هو فالحمد لله. قلت له أنا خليني أصلي، أنا بحب إني أصلي الافتخار وأشاور ربنا، يعني هيك مواضيع مش بسيطة. فالحمد لله صرت أصلي وأصلي، شوفت رؤى كثير كثير يعني ما بقدرش أعددها، أنا جوزي بتذكرها أكثر مني ما شاء الله، بس الحمد لله يعني يعني ضيعت القناعة الحمد لله. الحمد لله. يعني كان بنفس الفترة اللي بدأت تسمع فيها عن الجماعة بدأت الرؤى اللي بتدعم أيوة. وبتأكد أكثر على الموضوع. أيوة. الحمد لله والله كنت أصلي يعني من أصلي دعاء أصلي استخارة وأدعي ربنا من كل قلبي إني أشوف، لأنه يعني جوزي ومواضيع دين وش زي هيك، يعني مجرد أنا مرة أخوي أعطاني كتاب عن يحكي عن الجماعة كيف المعارضين يعني. فأنا كان لا تحكي لجوزك وبلاش ما تصير مشاكل، تعرف طرف الأهل يعني ولا حدا من أهلي، أنا أخذته وحطيته جنبي، بس أنا من النوع يعني ما بحبش القراءة كثير، يعني مش مقتنعة أقرأ ولا لا، فسبحان الله يعني أكثر اعتمدتي على أدعيتك والرؤى اللي كنت تشوفيها. مش إني اعتمدت، أنا اعتمدت على الصلاة أكثر وربنا كان طبعا يوديني. على الدعاء والرؤى اللي كنت تشوفيها من بعد هذه الأدعية والطلب بالتوجيه من الله عز وجل. نعم. الحمد لله الحمد لله، انا بكل موضوع كان موضوع الاحمديه او اي موضوع بخص حياتي بحب اصلي له. نعم. وبامن انا بربنا اكثر شيء، يعني لا بهذا يقنعني ولا باي انسان يقنعني، بتعرف كل واحد له راي كل، بس انا كنت اشاور ربنا، وانا بالنسبه لي هيك يعني الحمد لله ونعم بالله، يعني ما تقدرش ربنا تدلني على الشيء الخطا. صحيح الحمد نعم. لله. منيره اختي منيره، بتتذكري كيف كان شعورك أول مرة عن يعني لما سمعتي عن طريق زوجك، أو يعني لما كنت تسمعي هاي المحادثات اللي فيها ذكروا إنه الإمام المهدي قد ظهر، كيف كانت مشاعرك لما سمعتي هاي المعرفة هالمعلومة؟ والله والله وإحنا كمسلمين عاديين يعني إنك ما تفكريش إنه لساته بالسماع أو إنه بده ينزل، يعني هذا إشي يعني كنا نستغرب طول عمرنا بندرس هيك وأهلنا هيك وتعلمنا هيك، فهذا إشي يعني عن جد الواحد كان يستغربه يعني، والتفاسير وهاي كلها تغيرت يعني إشي سبحان الله، يعني صرت تتفرج تشوف الإشي بوضوح أكثر. شايف كيف؟ الحمد لله يعني وضحت لنا أشياء، كنا يعني شو هذا اللي بيشكوا فيه، شو يعني سبحان الله، يعني الحمد لله ربنا وجهنا للصح وصرنا نشوف أشياء صح الحمد لله. وهذا طبعا إشي مش بسيط، يعني إنك تآمن بأشياء بمعتقدات الناس بتآمن فيها مش مضبوطة. الحمد لله يعني الحمد من لما يعني نعم تفضلي. لا احكي يعني لا كان سؤالي انه بما انك بدأت تشوفي الرؤى يعني وانت عم تسمع عن الجماعة،
بتتذكري بأي لحظة يعني أو وين بالضبط وين أنت قررتي أنه خلص أنا لازم أبايع وأتبع الإمام المهدي وأنضم لهي الجماعة؟ يعني بأي مرحلة صارت، من البداية أول ما سمعتي عنها أم بعد فترة يعني؟ لا مش من بدايتها، لا مش من بدايتها، حكيت لك صليت كذا مرة يعني لحد ما وصلت مرة لها. ولا مرتين وأسابيع ساعات، حتى والله يعني أنا جوزي بايع قبل فترة فمن اقتنعت يعني بالموضوع، يعني كنت أصلي وأشوف رؤى وأدعي ربنا بدون حتى ما أشوف رؤى، يعني بكفي إني أدعي ربنا وجوزي يشكي معي يا ام علي مثلا شفت هيك انت ربنا يفرجاك هيك انت اشياء يعني بتصير لك، يعني سبحان الله هو كان يخلي ما يشوفش شيء، قول يعني الحمد لله، قول الحمد لله انه ربنا قاعد يوجهك للصح. فما اعتقدش يعني بدي اخالف ربنا، يعني ربنا دلني انا كله، لا انا ليش بصلي؟ مزبوط الحمد لله. واليوم بفضل الله لك مبايعة تقريبا 13 سنة كيف ما فهمت؟ هي شوف الموضوع اللي أكثر أكثر إشي يعني عندي هسه ذكرتيني إني 13 سنة من عمر ابني مهدي، يعني أبوه سماه مهدي على الإمام المهدي. ما شاء الله سبحان الله، يعني هذا الموضوع يعني هاي الرؤية أحكي لك يعني صحيح بقول خلاص عن جد بدي أبايع، يعني شو شفت إحنا بحرب وطريق كله هيك مسكر وأكثر كيف وممرات وشو، مين كانت بفضل مهدي ابني فكان صغير يعني حاملته هيك ونهرب وهو بده يعني يعيط اسكت وخايفين يعني من الناس، ولو سبحان الله بابني يعني هو بفضلي بأشر لي بأصبعه بحكي لي أنا اللي راح أنصركم. شايف كيف طفل واسمه مهدي ويحكي لك، فلما صحيت بحكي لجوزي هيك شفت بكل مين يا معلم اللي ينصر لابنك؟ الإمام المهدي اللي راح ينصرنا. وشوف لما الطفل ينطق بالحلم فالحمد لله، يعني هاي الرؤية بالذات سبحان الله إن الطفل وانت خايف وهيك ويطمنك، يعني هذا إشي كبير. هاي ما كنت يعني صلي للموضوع، هاي هيك سبحان الله كيف إجتني يعني. سبحان الله، يعني رؤى واضحة جدا ما شاء الله. ما هي يعني زيارتي يمكن طلعت فيها زيارتي للكبابير كلياتها شفتها، وأنا لا بعرف الكبابير ولا عمري سمعت فيها ولا عمرنا رحناها. فسبحان الله الرؤية يعني جيتنا للكبابير أنا وولادي وشافت أبو صلاح وشافت المسجد، هاي كلياتها شفتها قبل ما نروح بالرؤى ما شاء الله. والعركة اللي تعركتناها مع اليهود والمواضيع اللي صارت إنهم معطونا الأوكي ومعطونا كله هذا شفته سبحان الله. لآخر لحظة وأنا بكل جاز شكل مش شفايزونا بقول له لا أنا شفت هيك راح تتعركس وراح تمشي بالأخير. سبحان الله، يعني حتى هو جوزي حكى لأبو صلاح الرؤية وهيك قال لي معالي شافت كل اللي صار لنا كل قبل ما نيجي واللي قاعد اللي قاعد لنا هناك كلها شفتها. سبحان الله. فالحمد لله يعني شو بدك أكثر من هيك؟ بالضبط. ما شاء الله أخت معالي. طيب خلال ال 13 سنة اللي فاتت شو التغييرات اللي بتشعريها يعني طرقت عندك، التغييرات الروحانية الأخلاقية بشكل عام، شو التغييرات اللي صارت عندك من بعد البيعة؟ والله زي ما حكيت لك الحمد لله بعد البيعة يعني الحمد لله إنه يعني يمكن زاد بيش حكي زاد إيماننا، هو الحمد لله إحنا من أول مسلمين بس زاد إيمان أكثر. عرفت كيف؟ يعني الواحد لما صار سبحان الله بدي يعمل إشي غلط استغفر الله العظيم، يعني سبحان الله هو يعني الواحد هو مسلم لازم هاي الأشياء بس زادت. عرفت كيف؟ من خطب الخليفة من اللي بنقرأ ومن اللي بسمعه، يعني الواحد خلص يعني بده يمشي صح، يعني بده سبحان الله يعني الواحد بيكبر وبيفهم وبصير يعرف لهالأشياء هاي كلها. فالحمد لله يعني زاد إيماننا وزادت معرفتنا بالدين أكثر وزادت محبتنا للناس أكثر، وإنه الواحد الحمد لله على كل حال. الحمد لله، يعني مثل ما حكيتي الواحد كان مؤمن بس أكثر الآن يعني بتحس بحلاوة الإيمان أكثر. بتحس إن الإشي أكثر يعني بتقرأ سورة القرآن تفهم شو معناها بصراحة. يعني أنا بحب سورة الكهف كثير، يعني كل جماعة اللي أقرأها، يعني أنا بحكي لك أنا ما بحبش القراءة، هي الوحيدة اللي قرأت كتابها، يعني سبحان الله عرفنا شو الرؤى، عرفنا شو التفاسير، شو يعني أنا جاهز بحكي لي يعني تعرفتي أكثر على العالم يعني الروحاني. أيوان مضبوط، صرنا نعرف شو بتقرأ وشو الدعاء وشو الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طب أخت أم علي من يوم ما بيعتي هل واجهتي معارضة من قبل
أفراد العائلة، أصدقاء، معارف؟ والله والله هاي الحمد لله لابد منها يعني، بس أنا أهلي يعني الحمد لله من النوع اللي بشدوش كثير، هو أخوي أكثر شيء لأنه كثير يعني عامل لي حاله ملتزم يعني أكثر شيء، بس أبدا أبدا ما بيحكوا معي، خلص عرفوا يعني حاولوا أولها ويبعدون عن جوزي، وإنه أبصر بدي آمن جوزي، حاولوا يعملوا مشاكل بس أنا ما كنت أرد. أنا خلص يعني بشوف جوزي صح بمشي معه، ما حدا بقنعني. أما اللي بالنسبة للمعارضات الأكثر من طرف أهله يعني بالقاعدة يعني بطل يصدقوا يعني، حتى بموضوع شغل، بموضوع دين، بموضوع سياسي، بطل يآمن فيه بأي شيء خلص، إنه هذا كله غلط بشي لأنه هو بآمن في شيء غلط يعني لا سمح الله. فهي الأغلب الأغلب جهات أهله يعني، إنه ابتعدوا عنا، ما فيش زيارات، ما فيش زي كيف أول يعني الناس مع بعض، هو بعرف الحياة غيرت وإيش ما بعرف. أما أنا الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله الله يثبتكم. بحاول إنه يعني برضه هاي المواضيع ما نحكيها كثير مع الجيران هون، هون مش كثير لأنه هون كل واحد يعني متشددين شوي بهاي المواضيع يعني، حاولت كثير أحكي مع جارة إلي وإشي زي هيك، فبديش خلافات تصير أو تكبر الأمور فبسكت أنا. نعم الله يثبتك ويقويك أخت منيرة. نعم تفضلي، تحب تضيفي كمان إشي؟ يعني مثلا مش بعرف شيء الأخلاق زي هالنسوان اللي بيحكين وبالدين، أنا بحكين بصلوا استخارة يعني برارة مع أهلي مع خواتي مع الجميع، يا أخي صلوا استخارة شاوروا ربنا، ما إلكم بأنا شو بحكي ولا بجوزي ولا بأي حدا، يا أخي صلوا استخارة وادعوا ربنا خلص، في أكثر من هيك إنه واحد يدعي ربه؟ مزبوط. وكيف ما حكيتي يعني بالاخر يعني الواحد لما ربنا معه بيكون مش بحاجه يعني لاي حدا اخر، ان كان عائلي ولا كان ان كان اصدقاء. انا هذا الحمد لله اللي ماشي عليه بحياتي كلها، بالدين بكل شيء كل موضوع يعني بالصلاه وبس، وبقنع اللي حواليه يصلوا باي موضوع صلوا، كيف ما تعمل اي شيء صلي خلص، هاي بحبها يعني خلص سبحان الله، الواحد انه ربنا اقرب لنا. صحيح، يستخير ويستفتي ربنا قبل كل عمل بعمله. نعم مزبوط. بكل شيء بكل إشي، لأنه كل إنسان إله رأيه، إله مخه، إله بتعرف إيش بده مصلحتك، بده إيش مصلحتك، ما بتعرف الناس شو بوايانا، بس ربنا ما أعتقد إيش راح يضرك. مزبوط. أخت منيرة ثبتكم الله وقوى إيمانكم أكثر وأكثر إن شاء الله، وجزاكم الله أحسن الجزاء على مشاركتنا في هذه الحلقة وبقصة بيعتك الشهيرة. وأنا سعيد كمان بمشاركتكم وسماع أصواتكم، وسلام سلام حار جدا جدا لأهل الكبابير جميعا. الله يسلمك الله يسلمك ووصل. السلام عليكم، مع السلامة. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم نسقى من غبوق، وبعد الليل عيد واصطباح.